منذ سنة صدمت امرأة وحيدة في الشارع تلبس بدلة باهتة ولكن عينيها لامعتان. صرنا أصدقاء بسرعة، وبعد أيام تبادلنا القبلات والأحلام، وكان اسمها سين. ضفيرتان من أوراق البرتقال والملمس الناعم، تحب الرمل والقبلة وتحبني أيضا. حينما كنت صغيرا كغرسة الحمص وأليفا كالهرة، سألتني سيارة هارمة بعد أن لطخت وجهي بالطين: بماذا ستغتسل في المستقبل؟ أنا إذن فتحت الباب ودخلت سين. فتحت لها الباب وهي خائفة، جلست على السرير بانفعال، نظرت إلى زوايا غرفتي كلصة وتنهدت: علينا أن نأكل كثيرا يا صديقي ونموت، فما عاد في الأرض متسع لنا. قرأت لها قصيدة فبكت، حدثتها عن العمل وحدثتني عن الأقفاص النظيفة. حبة برتقال واحدة وسبعة عشر ألف متسول، ماذا يعني؟ خلعت قميصها واغتسلت وجلست على السرير، نظرت من النافذة الضيقة وتنهدت: غدا من الممكن أن أنتحر، الآن علينا أن نحب. نحن معا في الطلقة ونحن معا في الأغاني. أصبحت في الثالثة والعشرين، رجل بوجنتين شاحبتين ومستاء للغاية. ودعت سين بعد أن تركت على عنقها دمعة حارة كالفلفل، وها أنا ذا أعمل لأشتري لها تفاحة ورغيفة. ولكن ثمة من أخبرني بأنني سأجد في التفاحة دودة وفي الرغيف صرصارا ميتا، فإذا تركت الرغيف والتفاحة سأموت، وإذا أكلتهما سأموت، وفي الحالتين سأخسر نفسي، وفي الحالتين سأخسر سين. ماذا نفعل؟ ماذا نفعل إذا كان ثمة عيد واحد للقبلة وأعياد كثيرة للقتل؟